منسف المصري في الحجاز. يلا احكي القصة من أكتر. بلدني سيدنا سيد بحيبة، سيد بحيبة، سيدنا بحيبة، سيد مش اسمه بحيبة عيني هو يمدحني. يا سيدي بحيبة كان شغال عند الزغل، يا جايبينه مش من البلد، يا يشتغل له عايز أوضة لوحده يقابت فيه يا ما حدش يخش ولا يطلع عليه. قال له حاضر إليك أوضة، بقى يصلي في أوضته ويعمل في أوضته اللي هو عايزه، ويغطب النهار يشرح بالبهايم يأكل لهم يعمل لهم، شغال بقى خدام عندهم. الولية جت في سنة قالوا يلا نتيجي يا وجوز، طلعوا راحوا يحجوا الاثنين، سمحهم وهم هناك في الحجاز بيقولوا ايه نفسيني شوية تسقية في المنسب بتاعني وشوية رز كده وفرخة نفسينا نغير. راح قايل لمرات ابنهم، قال هو يعملش حلة ملوخية وحلة رز وسق المنفذ ده بتاع ده والتسقيه، المنسف. عمل زي ما قال لي، قالت له زي ما قال لها عملت، سقت له ملوك بتاع منسف سقته له وحلت رز وحلت ملوخية وفرخ، قالت له فرخ. واللي راه واخدهم وطلع وراح على عدى من أهل الخطوة راح على السعودية، لقوا هي وبصي المنسف قدامهم والأكل كله حواليه. سبحان الله. الله قعدوا ياكلوا وفرحانين بقى، وبس ما شافوش سيدنا بحيبة حديث، كانهم ياكلوا لما انبسطوا وكلوا والناس تاكل وكله قال من منسف ومن رز وملوخيه وفرخه كله وكله حاشين ازاي الحاجات دي. الوليه بقى قالت له قالوا لبعض صدقوا المنسف ده هو شكل المنسف بتاعنا، طيب هو هيجيبه هنا، وكانوا مسابوا الاكل زي ما بقت مكانه وخلاص. على ما هو بقى لم الحاجة محبه بقى رم الحاجة وجيب قبل بعد ما جم الحج لقوا المنسف في الدار والحلال في الدار وكل حاجة في الدار. سبحان الله. المنسف ده مش كان في الحج، قالوا المنسف قعدوا ياكلوا ببعض. الله جابوا الواد عمل، قالت لهم حكت لهم ايه مرات ابنهم، قال جه قال اعملي رز واعملي بالمنسف واعملي وخلي وخدوا مش بحب. قال بحب قال اللي جابوه جه حاج يا نهار، ولا بحب من انت كنت وانا في السعوديه وحجاه؟ قال هو السر انفتش لا غير بلش عيشه بعد اليوم. وراح داخل قاعد في الطوله تحت البهايم وقعد ومي عشان ايه تصير انفتش في الزريبة في الشون زي ما بيقول. هو يعني صح 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 هو عندنا في بلدنا. سبحان الله. كان الناس تحقق كده اهو سر كده اهو. سبحان الله. كلية يحقق سيد البلد ويقول له بزيادة بقى في حاجة بزيادة بقى. وهو عمال ياخد الناس يحقق. سبحان الله. سبحان الله. الحج ما الله سبحان الله. الحج البتاع بتاعه قد ايه المسجد من عند حج اشهر ما سبحان الله البحر اللي هنا لينا مالك مالك الحج اشهر معلومات علمية بلد قد ايه ونعمل قد ايه سبحان الله. الله الله يا رب والله حاجات حلوة سبحان الله. سبحان الله. ربنا نقول الخير يا رب كلنا يا رب يا رب نقول الخير يا رب يا رب. الحج سورة يعني دي يقولوا ايه ده موت سود سبحان الله وافتح سورة الحج وحتتنا يعني عندنا حوالينا يا سورة الحج وعدنا صح صح ربنا وعدنا يا رب ان شاء الله ناس كانت من اهل الخطوة ربنا يكرم والله. يا
ربنا يكرمك ان شاء الله. سيدنا سليمان بيقول من يجيب عرشي قبل ما يبقوا مسلمين، مش قال له قبل ما العفاريت، قال له قبل ما تقوم من مقامك وعارف هيقوم امتي. اللي من اهل العلم والكتاب قال ايه؟ أنا أتيك قبل به، ما يرتد طرفك. أنا أتيك به قبل أن يرتد طرفك. ايه الحاجب على ايه؟ سبحان الله. قبل ما اجيبه قبل ما يرتد طرفك. الله الله. فرحان قوي بقى سيدنا سليمان. الله الله. سبحانك يا رب. يعني الحمد لله، ربنا يجعلنا من أهل العلم والقرآن والحكمة. آه، أهل العلم حيل والخير حيل وأولاد الخير حيل. ربنا يوعدنا. اعملوا خير، كل الخير حيل. ربنا يكرمنا. أهو القرآن أهو، أدي الجنة وأدي النار، في الجنة وفي النار، اللي عايز يمشي للجنة أهلا وسهلا، فوق رسمي. اللي عايز يمشي في النار يبعد عنا ويروح في داهية. صح كده. هو وأهله كمان. ربنا يكرم، ربنا يجعلنا من أهل القرآن والعلم والإيمان يا رب العالمين. احنا من اهل الخير الحمد لله، احنا في القرآن دايما من اهل اهل القرآن. الخير يا رب، خلينا الخير على طول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.